تمام، اتكلم عن التلوث البيئي. التلوث البيئي هو الفصل الرابع من كتاب علوم البيئة، وفي هذا الفصل طبعاً هنتكلم بالذات عن تعريف التلوث وأنواع التلوث وأشكال التلوث. والتلوث البيئي هو عبارة يعني عن مشكلة عالمية أصبحت. التلوث يعني هو مشكلة لا تنطوي فقط على حدود الإقليم أو المحل أو الدول البسيطة، وإنما أصبح مشكلة عالمية. التلوث ليس له حدود، التلوث في بلد معين قد ينتقل إلى بلد آخر، إما من خلال الهواء أو من خلال الماء أو من خلال التربة أو من خلال الإنسان أو الحيوان، وبالتالي لا يصنف التلوث على أنه مشكلة محلية، وإنما هو مشكلة عالمية يجب محاربتها والالتزام بالحفاظ على البيئة ومنع التلوث من جميع دول العالم. والسبب الأساسي في حدوث التلوث، بالذات التلوث الناشئ بفعل النشاط البشري، هو زيادة الثورة الصناعية واتساع رقعتها اللي أصبحت اليوم تهدد البيئة بشكل كبير جداً، واستنزاف لثروات البيئة سواء الثروات المائية أو الثروات المعدنية أو الثروات الطبيعية من غابات وبحار وأسماك. وتركت هذه الثورة الصناعية تركت مخلفات، منها الصلبة ومنها السائلة ومنها الغازية، التي تنتشر في الغلاف الغازي أو في التربة أو في المياه، وتؤثر سلبا على حياة الإنسان والحيوان في البيئة. ويصعب التخلص من هذه الملوثات إذا يعني وتحتاج إلى زمن طويل جدا حتى يصبح تتكسر وتتحول إلى أشكال أخرى. وللأسف أن أشكال التلوث حتى وصلت إلى الغذاء، بحيث أنه أصبح كثير من أنواع الغذاء اللي احنا بنتناولها اليوم أيضا فيها بعض أنواع التلوث، سواء بمعادن ثقيلة أو ببعض المواد الحافظة والمواد السامة أو المواد الملونة أو المواد المشعة حتى. وهذا يستدعي دراسة التلوث بشكل عميق جدا، وأن تصبح المحافظة على البيئة هي ثقافة، ومكافحة التلوث تصبح ثقافة، بحيث نستطيع معا أن نحافظ على هذا النظام البيئي في صورة جيدة. أول شيء لازم أنه نعرف بالضبط ما هو تعريف التلوث. طبعا التلوث فيه له أكثر من تعريف، تعريفات كثيرة، لكن هناك تعريف شوية هيك شامل يعني واسع أو فضفاض، وهو يمكن أن نعرف التلوث بأنه وجود أي مادة عضوية أو غير عضوية أو الطاقة في غير زمانها أو مكانها. لاحظ التعريف هنا شوية شامل لحاجات كثيرة وواسع وغير محدد بالضبط، وبالتالي فضفاض، ولكن يحتوي على المكونات الأساسية للتلوث. التلوث هو أو بأبسط صورة هو وجود، لاحظ، وجود مادة. المادة هذه قد تكون مادة عضوية كائن حي أو من كائن حي، أو غير عضوية بمعنى قد تكون مادة من المعادن أو مادة من المواد غير الحية من التربة والرمال أو غيرها، أو العنصر الثالث اللي هو الطاقة. وقد يعني قد يكون هذا الملوث طاقة. شو يعني طاقة؟ ما هي أشكال التلوث اللي على شكل طاقة؟ طبعا في عندنا أشكال التلوث على شكل طاقة مثل الطاقة الضوئية، الضوء أو الضجيج اللي عبارة عن الصوت، الموجات الصوتية، والموجات الكهرومغناطيسية. الموجات الكهرومغناطيسية سواء الموجودة بشكل على الجوالات أو أجهزة الراديو والتلفزيون في غير زمانها ومكانها، بمعنى أنه قد وجود كمية معينة من مادة ما في مكان ما قد لا يعتبر تلوث، لكن وجود هذه الكمية في مكان آخر يعتبر ملوث، أو في زمان أو توقيت آخر يعتبر ملوث. وبالتالي يمكن أن تكون المادة الملوثة مادة زي ما قلنا حيوية عضوية مكونة من كائنات، بكتيريا، فيروسات، وكورونا زي ما احنا اليوم منتشر عندنا في العالم كله الكورونا اللي هو الفيروس اللي محدش عارف يسيطر عليه لحد الآن.
يعتبر ملوث الآن، كورونا يعتبر ملوث للهواء والماء والغذاء والتربة، ملوث لكل شيء للأمانة. الفيروس هذا جمع أو لوث جميع أشكال البيئة من هواء وماء وتراب وغذاء، وأيضا لوث الإنسان سبب له أمراض. وقد يكون الملوث زي ما قلنا بكتيريا، فيروسات، أو حبوب لقاح، أو مادة حية. وقد يكون ملوث عبارة عن مادة غير حية، يعني عضوية صلبة أو سائلة، أو مادة غازية، غازات، عناصر، مبيدات. وقد تكون طاقة زي ما قلنا طاقة شمسية أو ضجيج أو الكترومغناطيسية. تعال نروح للتعريف الأهم واللي إحنا معنيين به بالتلوث. بنقول التلوث هو عبارة عن أي تغير كمي أو كيفي في مكونات البيئة الحية وغير الحية بواسطة طبيعة، بواسطة الطبيعة أو بواسطة البشر، دون مقدرة النظام على استيعاب هذا التلوث. كان التعريف دقيق، يختلف عن التعريف السابق أنه التعريف كان فضفاض. لا، هذا التعريف تعريف دقيق، وهو بيحدد هنا، بتلاحظ بيحدد أنه التعريف هو عبارة عن أي تلوث كمي أو كيفي. أدخل مصطلحين جداد علينا، أدخل مصطلحين جداد، هو التلوث الكمي والتلوث الكيفي. أي تلوث كمي أو كيفي في مكونات البيئة، سواء البيئة الحية أو البيئة غير الحية، بواسطة طبيعية يعني بالطبيعة دون تدخل الإنسان، أو بواسطة بشرية بتدخل الإنسان. ولماذا يسمى تلوث؟ لأن النظام البيئي غير قادر على استيعابه أو إنه يسيطر عليه ويحل المشكلة اللي حاصلة. كويس، طيب، يبقى بالأساس يبقى لازم نشوف موضوع قصة التلوث الكمي والكيفي اللي ظهرت عندنا في التعريف. شو يعني تلوث كمي وشو يعني تلوث كيفي؟ وهنا مهم جدا إن إحنا نميز بين التلوث الكمي والتلوث الكيفي. تعالوا نشوف التعريف ونحاول نفهمه. التعريف بيقول التلوث الكمي هو زيادة أو نقصان، لكن هي في الغالب بتكون زيادة، إيش؟ في تركيز عنصر ما أو مكون موجود أصلا في الطبيعة. يبقى هنا الشاهد أو هنا الجزء المهم، سواء بسبب بشري أو بسبب طبيعي. يبقى ما يعنيني في التلوث الكمي، التلوث الكمي هو زيادة في تركيز لعنصر موجود أصلا في الطبيعة أو الوسط، الوسط الملوث أو الوسط اللي صار له التلوث أو الوسط اللي حدث له التلوث، يبقى بيكون موجود في الطبيعة أو الوسط الذي حدث له التلوث موجود أصلا، ولكن زادت نسبة هذا العنصر وبالتالي انتقل من عنصر إيجابي إلى عنصر ملوث. زي مثلا غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. ثاني أكسيد الكربون موجود في الغلاف الجوي، احنا خدنا قبل هيك دورات، دورة الأكسجين ودورة الكربون، وقلنا وتكوين الغلاف الغازي، وقلنا إنه الكربون، ثاني أكسيد الكربون مكون أساسي من مكونات الغلاف الغازي. طيب، متى يعتبر الموضوع تلوث؟ إذا زاد تركيز ثاني أكسيد الكربون عن الحد المسموح به يصبح هنا تلوث. تلوث ايش؟ كمي. تلوث كمي. كمان من اشكاله زيادة الكلور في الماء. احنا بنعرف انه الماء اللي صالح للشرب في الطبيعة قد يحتوي على عناصر مختلفة من العناصر، زي عناصر الكلور، عناصر الصوديوم، عناصر الكالسيوم، عناصر البوتاسيوم. ولكن هناك حد مسموح، إذا زاد الكلور عن 250 ملي جرام لكل لتر يصبح هنا الماء غير صالح للشرب تقريبا، يعني هو حسب منظمة الصحة العالمية بتقول 250. يبقى هنا الكلور أصلا موجود في الماء من ضمن مكونات الماء، معظم 99% من الماء اللي في العالم يحتوي على عنصر الكلور. يبقى هنا العنصر موجود ثم زاد في الطبيعة في زاد وبالتالي أصبح ملوث. كمان هنا مهم جدا نعرف هالأمثلة هذه، زيادة حرارة الماء، هل الماء له حرارة؟
طبعا الماء له حرارة أصلا، يوجد له حرارة أصلا، قد تكون صفر قد تكون 100 ولكن له حرارة. ارتفاع الحرارة تحت الماء بسبب عوامل بشرية أو عوامل طبيعية يعتبر تلوث كمي. أوكي، يجينا بدنا نشوف إنه إحنا ممكن نفرز الشيء التلوث، نحدده بشكل أفضل. نقول إنه مثلا لو سألتك أنا في الامتحان زيادة ثاني أكسيد الكربون، زيادة ثاني أكسيد الكربون في الهواء، شو اسمه هذا؟ زيادة ثاني أكسيد الكربون في الهواء، زيادة ثاني أكسيد الكربون في الهواء تلوث شو نوعه؟ كمي، لأنه أدى زيادة عنصر موجود. طيب هل هو التلوث هذا بفعل الإنسان أو بفعل الطبيعة؟ قد يكون بفعل الإنسان وقد يكون بفعل طبيعي، يعني قد يكون بشري وقد يكون طبيعي، قد يكون طبيعي. تمام، ننتقل للنوع الثاني من أنواع التلوث، وهو التلوث الكيفي. التلوث الكيفي من الكيف، وهنا مهم جدا أنه هو عبارة عن إضافة أي مركب أو عنصر دخيل على النظام البيئي، ليس لم يكن موجود أصلا في النظام البيئي، يبقى هو عبارة عن دخول عنصر على الوسط، خلينا نقول عشان يكون أدق، الوسط البيئي وليس من مكوناته الأصلية. يبقى هنا التلوث الكيفي هو أنه هذا الملوث دخل على الوسط، سواء الهواء أو الماء أو التربة، دخل على هذه الأوساط ولوثها، وهو ليس من مكوناتها الأصلية إنما دخيل عليها، يبقى هو إضافة أي مركب أو عنصر دخيلة، عناصر دخيلة على النظام البيئي لم تكن موجودة فيه أصلا، لم تكن موجودة فيه أصلا، سواء بفعل الإنسان أو بفعل الطبيعة. من الأمثلة على ذلك، واحد شو الأمثلة؟ الأمثلة التربة مثلا، تلوث التربة بالمبيدات الزراعية. هل التربة تحتوي في تركيبها أساسا على المبيدات؟ طبعا لا، التربة زي ما خدنا قبل هيك تكون مكونات معدنية ومكونات عضوية اللي يسموها دبال، خدناها في المحاضرة اللي فاتت وقلنا انه تحتوي على هواء وماء، يبقى لا يوجد مبيدات، يبقى دخول المبيدات على التربة يعتبر تلوث كيفي. تلوث كيفي مثلا عندنا كمان الغازات السامة، العطور، ملوثات الهواء المختلفة، غاز الفريون، أي أشياء تدخل على النظام البيئي من خارج النظام البيئي بنسميها عبارة عن ملوث كيفي. طيب نأخذ مثال هنا بس للتوضيح، إذا أنا قلت لك المبيدات شو تعتبر؟ تعتبر المبيدات تلوث كيفي. طيب طبيعي ولا بشري؟ طبعا أكيد المبيدات هي مبيدات صناعية، يبقى هي تلوث بشري بفعل الإنسان. يبقى لما نجي هاي وصفين إلو، يبقى المبيدات وعبارة عن تلوث كيفي بشري. كويس، طبعا نوع المبيد قد تكون سائلة وقد تكون غازية المبيدات، وقد تكون بودرة صلبة، يعني أنواع مختلفة. طيب يبقى هذا الموضوع أصبح واضح، يبقى إحنا كمان شوية نتكلم عن المبيدات، يبقى حنوصف المبيدات، حنأسف الملوثات، حنوصف الملوثات إلى عدة أقسام، حنقسم الملوثات هذه عدة أقسام. مثلا نشوف الملوث نوعه هل كمي ولا كيفي، نشوف هل هو طبيعي
أو بشري لما تحكي لي. هل هو فيزيائي أو كيميائي أو حيوي يعني كائن حي؟ هل هو يعني غاز ولا سائل ولا صلب؟ هنشوف تحت في الأسفل. طيب نيجي على تقسيم الملوثات، أنواع التلوث. يمكن أن نقسم التلوث إلى ثلاث أنواع رئيسية. التلوث المقبول هو أبسط أنواع التلوث والتي لا يؤثر على التوازن البيئي. النوع الثاني التلوث الخطر، هو مرحلة متقدمة من التلوث ولكن يؤدي إلى ضرر في النظام الإيكولوجي الحيوي، ويبدأ تأثيرات سلبية للتلوث مع العناصر البيئية الأخرى، ولكن يمكن للنظام البيئي أن يسيطر عليه ويتخلص منه بعد فترة زمنية. أما النوع الثالث وهو التلوث المدمر، وهو التلوث الذي يؤدي إلى انهيار النظام الإيكولوجي البيئي يعني النظام الحيوي، ويصبح غير قادر هذا النظام على التخلص من هذا المستوى من هذا التلوث، زي التلوث بالمواد المشعة، الملوثات المشعة والملوثات طويلة الأمد، المعادن الثقيلة، المعادن الثقيلة والملوثات والمواد المشعة. طيب ما هي أنواع الملوثات؟ احنا تو حكينا الملوثات تقسم إلى إما ملوثات بيولوجية، أي مواد بيولوجية حيوية، وهذه المواد سواء قد يكون أصلها قد يكون أصلها طبيعي، أي أن الطبيعة هي كائنات موجودة في الطبيعة بطبيعتها، أو قد تكون ملوثات بشرية صنعها الإنسان وخلقها، زي فيروس كورونا، زي فيروس كورونا الحالي. كورونا هو عبارة عن فيروس مركب في المختبرات من فيروس كورونا القديم زائد فيروس السارس. يبقى هنا لما مهم جدا نعرف ان الملوثات قد تكون مواد بيولوجية، قد تكون طبيعية وقد تكون بشرية. هنا امثلة الفيروسات والجراثيم والاعشاب الضارة، حبوب اللقاح، نعم حبوب اللقاح هي ملوث، واحد سألني حبوب اللقاح ملوث، نعم حبوب اللقاح تعتبر ملوث للهواء. ليش ملوث للهواء؟ لأنها هي بتسبب حساسية عند الناس، بتسبب مشاكل في الرؤية، وهي ليست من مكونات الهواء الأساسية، ليست من مكونات الهواء الأساسية، هي عبارة عن حبوب صلبة لبذور النباتات وتنتشر في الغازي. يبقى نوع الملوثات الثاني هي ملوثات البيولوجية حكينا عليها. النوع الثاني هي ملوثات الكيميائية، وهي طبعا أي ملوث مصدره كيميائي بصورة عنصرية، سواء عناصر حديد، ذهب، زنك، خرصين، أي شيء، أو مركبات سائلة أو صلبة أو غازية. طبعا مركبات سائلة زي الكيماويات، أو صلبة برضو في بعض أنواع الكيماويات الصلبة أو البلاستيك أو غيره، غازية برضو زي السموم والغازات السامة، طبيعية قد تكون طبيعية وقد تكون بشرية، مثل الرصاص، الزرنيخ، الزئبق، ركب المبيدات، المواد السامة والعقاقير، الغازية الناتجة عن عوادم السيارات والمصانع، يعني مجموعة كبيرة من الملوثات الكيميائية. الملوثات الفيزيائية، والملوثات الفيزيائية هي تنحصر في وجود مادة أو طاقة فيزيائية تنحصر في الضوضاء والضوء والمجهد الكهرومغناطيسية، الحرارة، الإشعاع الكهرومغناطيسي. يبقى الملوثات الفيزيائية تندرج في مجموعة من الأشكال. قد تكون الملوثات الفيزيائية عبارة عن الموجات الكهرومغناطيسية، الضوء وأشكاله، أو ليس فقط الضوء ولكن الموجات الكهرومغناطيسية تشتمل على موجات الجوال والراديو والتلفزيون، قد تكون حرارة هي ملوث فيزيائي. الضوء، الضوضاء أو ضجيج الضوء والضوضاء، ملوث برضو فيزيائي. تلوث بالمواد المشعة الراديو أكتيف ماتيريالز،
ملوث فيزيائي. يعني هنا ممكن نصنف زي ما قلنا التلوث، حكينا انه كمي وكيفي، هنا حكينا نوعه كمي وكيفي، وحكينا طبيعي وبشري، وبعدين حكينا هل هو فيزيائي، هل هو ملوث كيميائي، هل هو ملوث حيوي. يبقى هنا بنشوف الفيروسات والجراثيم والميكروبات والاعشاب الضاره باللقاح بيولوجي، اصلها بيولوجي، اصلها ماده حيه. وهنا الملوثات الكيميائيه اللي هي اصلها ماده كيميائيه بصوره عنصريه او مركبه سائله او غازيه او صلبه. الملوثات الفيزيائيه زي الملوثات الكهرومغناطيسيه، الضوء، الاشعاع، كل هاي ملوثات تعتبر ملوثات فيزيائيه. يمكن هنا بنختصر تقسيم الملوثات على حسب عدة أنواع. أول نوع على حسب هنا حالتها، قد تكون ملوثات غازية أو سائلة أو صلبة. أول تقسيم للملوثات قد تكون غازية أو سائلة أو صلبة. طبعا هنا غازية زي الكاسيثكس الكربون، قد تكون هنا المبيدات والمياه العادمة، هنا عناصر البلاستيك. الملوثات اللي على حسب مصدرها، هل مصدرها طبيعي او مصدرها غير طبيعي؟ ما في مصدر طبيعي معروف، طبيعه. المصدر الغير طبيعي ينقسم الى زراعه وعسكري وصناعي ومنزلي. زراعه زي الاسمده والمبيدات، العسكري زي المواد الكيميائيه والنوويه، التعدين هي صناعي، والمنزليه اللي هي مواد التنظيف والصرف الصحي. يمكن تقسيم المبيدات، طبعا هنا مش مطلوب منه يعني نحفظ هذه الجزئيه بالذات، هذه مش مطلوب يعني. التقسيم الثالث للمبيدات او للملوثات هو تقسيم على حسب النظام البيئي. شو يعني النظام البيئي؟ اي الوسط، هل هذه ملوث للتربه ولا ملوث للماء ولا ملوث للهواء. واخر تقسيم اللي هو تقسم الملوثات على حسب طبيعتها، هل هي مهمه جدا هنا كيميائيه ولا فيزيائيه ولا بيولوجيه. ماذا المفروض نعرفه؟ مهم جدا نعرف تقسيم الملوث ونعرف مصدر طبيعي ولا غير طبيعي، التقسيم الثاني، ونعرف انه هو غاز سائل صلب، يعني المادة بتبان من طبيعتها. وطبعا نوع الوسط، الوسط ما هو معروف يعني للتربة ولا الهواء ولا للماء. طيب يمكن الان هذا الاشياء اللي حكينا عليها في السابق هي ما يتعلق بالتعريفات. راح نستكمل الان تلوث الأغلفة الثلاثة. هنتكلم عن تلوث الغلاف الجوي باختصار طبعا، وتلوث الغلاف المائي، وتلوث التربة.